استاذ شكري احكيلي بقى ده انت عملت فيا عمايل احنا رحنا كم معرض ما كنتش بلحق اشوف كانوا بيخشوا جري يكسحوا كل الجسم ما نلاقيش ولا حاجه نشتريها احكي لي عملت ايه؟ والحقيقه فاطمه انا بشكر حضرتك على دعوتك الكريمه لانه كنت بتمنى اقابل حضرتك فعلا في الفتره دي مم. عشان اشكرك على التاثير اللي عملتيه معانا واللي عمل معانا البرنامج. الحمد لله بفضل دي كله بدانا بمعارض وحضرتك شرفتينا فيها مم. آه وبقى في سلسله من المعارض طول السنه مم. لدرجه احنا كان آه السنه اللي فاتت قبل البرنامج كانت مبيعاتنا في المعرض كان هو معرض واحد اللي هو معرض سوق القاهره الدولي. مم. كنا بنبيع فيه بمتوسط 10 12 ألف جنيه السنة دي مبيعاتنا في المعرض بعد البرنامج تعدت ال 500 ألف جنيه <applause> لا ما شاء الله أكبر ما شاء الله فالأرقام اتغيرت تماما هم. وبمجرد عرض البرنامج ابتدى الجمهور يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك عن هم. طريق البرنامج هم. أو بالاتصال المباشر بالفيسبوك بتاع الشركة هم. أو بالتليفونات وبدأنا ناخد الفيدباك أو المردود بتاع الجمهور هم. ونشوف ذوقياتهم ايه وإيه الموديلات الجديدة اللي عايزينها وإيه اللي بيطمحوا ليه من المنتجات وبدأنا نصمم منتجات جديدة وننزل بيها